معرفة ربنا أحلى شراب بيدوقه قلب العباد المؤمنين لما يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وعشان كده هيفضل العباد المؤمنين يبحثوا ويعرفوا ربهم عشان يدوقوا شهد المعرفة الربانية. النار ما بتحرقش مؤمن، دي بتمثل لي يعني لو حصل اي غلطه معايا في الشغل. المؤمن دايما يعني زي ما بيقول المؤمن دايما منصاب، ربك بيسترها. يعني ايه بقى يعني انت بتقول لنفسك النار ما تحرقش مؤمن لما بيحصل ايه؟ لما ممكن شعله مثلا تهب مره واحده ربنا بيسترها عليا. فيبقى المؤمن النار ما تحرقش مؤمن يعني ربنا بيسترها. ايوه ربك بيسترها عليك. انت في الغالب بتقوله، انت في الغالب بقوله في اي عطل بيحصل معايا بالنسبه للنار. طيب يعني اي غلطه مثلا في شغلي النار ممكن شعله غلطه صغيره. ربنا يحفظك ويبعد عنك الشر. ربنا يرضيك. ممكن غلطه صغيره الاقي المكان كله عبى نار. اقل شويه، اقل غلطه في شغلي. اه والله سلم. اقل غلطه في الشعل ممكن تخلي المكان كله عبى نار. سلم يا لو رب. شويه هواء مثلا غاز طلع يعني. غاز طلع زياده سلم. وولعت مره واحده تروح حبه سلم يا رب. لما ربك ستر عليك يبقى النار بتحرق مؤمن. ما تحرقش مؤمن. طيب بعيد عن الشغل، بعيد عنك الشغل، بعيد عن الشغل. ليه بنقول المؤمن دايما منصاب؟ والله صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انا ممكن دلوقتي مثلا ابقى ماشي في حالي. تمام. ابقى ماشي في حالي، لا قدر الله حاجه تيجي تخبطني. يبقى المؤمن دايما منصاب ولا؟ المؤمن دايما منصاب معناها ايه بقى؟ دي حاجه جات لي من عند ربنا، قضاء اخف من قضاء. يعني انت بتقول المؤمن دايما منصاب معناها قضاء اخف من قضاء. ايوه، ما انا يا عالم ايه اللي كان هيجي لي غير الخطه دي؟ يعني المؤمن دايما منصاب بالاخف. انت عايز تخاف. ايوه. مش الحاجه التقيله. ايوه مش الحاجه التقيله طبعا. النار ما تحرقش مؤمن دي ماخوذه عن قصه سيدنا ابراهيم لما وضع في النار وهو راجل مؤمن فلم يحترق. فهنا قالوا بقى لو واحد مؤمن يبقى مش هيحتلق. على قدر الايمان يبتلى المؤمن، فدايما لما يبقى فيه ايمان شديد فيبقى فيه الابتلاء شد. المؤمن دايما مصاب. ما كانش الانسان عنده ايمان بالله يتحمل جميع المصائب، لدرجة إذا ما أصابتكم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن دايما مصاب، دي حاجة من زمان، يعني كلمة بنسمعها كتير وحاجة حقيقة يعني. أحلى حياة الحياة اللي بنعيشها مع حسن الظن بالله وربنا. هو اللي أمرنا على لسان نبيه إن إحنا نحسن ظننا بيه. أنا عند ظني عبدي بيه، وأكيد ربنا مش هيعذبنا لأن حبيبه معانا. وعشان كده لازم نعيش في أمان ربنا وفي رحمة ربنا وفي حسن الظن بالله إن الحبيب عمره ما يعذب حبيبه، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عشان كده لازم نقول النار ما تحرقش مؤمن، لأننا لو سدنا وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم الله يحبنا وربنا ما يعذبش أحبابه. لكن كمان لازم نعرف إن الحبيب كمان ممكن يحب حبيبه يرفع درجاته ويرقيه، فإذا حب يرقيه ويخليه زي الأنبياء فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وعشان كده المؤمن دايما منصاب، يعني دايما ربنا عايز يرفع درجته، لأن حتى الشوكة يشاكها الله سبحانه وتعالى يرفعه بها.